حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس. أهلا ومرحبا بك أستاذة دلال في نشرة أخبار الثامنة. ما هي أبرز التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية استيضاحا للموضوع، اللائحة الداخلية هي أهم قانون ينظم عمل المجلس وأعضائه في مباشرة اختصاصاته وآلياته، وأيضا كافة البرلمانات دائما تراجع هذه اللوائح بما يضمن لها الممارسة الجيدة والعمل البرلماني المتميز، وكذلك تعزيز التعاون مع الحكومة، وأهم شيء هو تحقيق الجودة التشريعية. المرسوم تناول 13 مادة استهدفت وابتنت على جوانب فعلا تم رصدها وجاءت ملبية لمعالجتها، خاصة أن المجلس المقبل على فصل تشريعي جديد، وبالتالي جاء في وقته ومعاه متحقق فعلا عنصر الاستعجال بحيث أنه يضمن الممارسة الجيدة القادمة. التعديلات مست عدة أمور احنا نعتبرها أيضا مفصلية في عمل المجلس النيابي، باعتبار أنها الإنجاز البرلماني مرتبط دائما بالوقت المتاح وكيفية استثماره. أهم النصوص كانت متعلقة في مسألة مشاريع القوانين التي لم يفصل فيها المجلس عند انتهاء الفصل التشريعي، أو التي لم يفصل فيها أيضا المجلس الوطني خلال مدة معينة 15 يوم من افتتاح الفصل التشريعي. القاية من ذلك كان على أساس أنه يتم تحديدها، والتي لن تتمسك فيها الحكومة ستعتبر غير قائمة، وبالتالي لن ينشغل فيها المجلس ويكرر عمله للمشاريع القائمة والتي ستقدم. أيضا الاقتراحات برغبة تم وضع قيد تنظيمي زمني لميعاد تقديمها، اللي هو بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، وهو البرنامج الذي يقر بعد التوافق مجلس النواب والحكومة عليه. والغاية أيضا من ذلك هي تنظيم موضوعات الاقتراحات بحيث تنحصر فيما تم التوافق عليه. أيضا جاء من الأمور الهامة اللي هي فيما يتعلق في من يملك حق رد التقرير للجنة عند مناقشته في الجلسة العامة. طبعا هذه الأمور من الأمور اللي توفر مضمونا في جودة التشريع وأيضا في وقت المجلس، بحيث أن قد تثار بعض الاقتراحات لتعديل مواد مشروع ينظر، فلا بد حتى لا تؤخذ من بموجب اقتراحات وليدة اللحظة، وتكون متوافر فيها الضوابط الشكلية والموضوعية، وأيضا يكون للحكومة الفرصة لاستطلاع آراء كافة الجهات المعنية ودراسته من ناحية قانونية، بحيث أنه فعلا يصدر مشروع أحكام متكاملة يعني متجانسة من حيث الأمر القانوني. بالنسبة أيضا من التعديلات كان موضوع سرية الجلسة. احنا نعلم أن الأصل علنية الجلسة والاستثناء هي السرية، لذلك المرسوم وضع ضابط جدا مهم من خلال سحب جميع الوسائل التقنية بما يكفل ضمان تلك السرية للأسباب اللي من أساسا عقدت الجلسة سرية، وعدم إمكانية إفشاء أي من ما يدور في هذه الجلسة. طبعا أيضا الجزاءات اللي متعلقة في عدم مقاطعة المتكلم إلا من قبل رئيس الجلسة هي لمنع الفوضى أو منع عدم التكرار، وهذه تم رصدها أساسا في من واقع الممارسة. والجزاءات قصد بها أن يتضع المخالف يعني للأنظمة أن لا يكررها، وطبعا يقرر بعضها جزاءات للرئيس مناطة، وهو أساسا عضو من أعضاء النواب تم انتخابه كرئيس. والأمر الآخر أن في عقوبات يقررها ذاته المجلس المعني عند نظر بعض الجزاءات. نعم. فالغاية أن أيضا المشرع من أساس عمله أنه يمنع عليه اللي هو التزيد والتكرار والإطالة، ينبغي أن يتجنبها في عمله، فهذا المستقر عليه أيضا قانونا وأيضا قضائيا لما نظرت أيا من الأحكام المرتبطة في العمل البرلماني. خلاصة هذه التعديلات جميعها هي جاءت مساندة كتشريع مساند مهم في المرحلة المقبلة اللي هي كفصل تشريعي جديد،
وأيضا أحب أنوه ختاما أن وفق القانون أن المرسوم سيعرض على المجلس عند أول انعقاد له لقبول أو رفضه، وبالتالي سيكون له اتخاذ القرار بشأنه. ولكن فعلا يعني كل ما صدر بشأن هذا المرسوم جاء ملبي، حتى في مداخلات بعض الأعضاء كان نطلب يعني تم طلب تحديد وقت معين، عدم التكرار، إرجاء التعديلات التي يتم تقديمها في ذات الجلسة، لأن لا يجوز مع يعني الاستعجال نقيض للجودة التشريعية. ففعلا هذا القانون المرسوم بقانون جاء ملبيا لما تم رصده، وأيضا احنا نتوقع أنه راح يوفر وقت وجهد كبير ويعزز من أوجه التعاون مع الحكومة في أن يكون فعلا المنظومة التشريعية والممارسة العمل البرلماني قائمة على أسس وممارسة صحيحة. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس.